بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان على الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه، أي اتفق عليه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الحديث في أعلى درجات الصحة. وإن شاء الله هنعمل سلسلة حلقة كل يوم عن حديث هنتكلم فيه، وأحفظوا الأحاديث ولكم الأجر بإذن الله، لأن حفظ الأحاديث كحفظ القرآن الكريم. ويريد تشيروا الفيديو، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول في صالح الأعمال. ومن هنا تنتهي حلقة النهاردة، نشوف وشكم بخير. عزيزي المشاهد، لا تنسانا بالاشتراك في القناة وعمل لايك لتدعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.